عن الشاعر الفخر مما يتحقق من إنجازات متلاحقة في كافة المجالات، ثم تبني مسيرة الكويت الباطنة بكل راسها وبكل دأب وعزيمة، تستلزم تجارب الآباء الأوائل الذين كان لهم الفضل في نهضتها وريادتها واستمرارها، وتستجمع طاقات أبنائها الذين يشكلون ثروتها الحقيقية سعيا لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح مواطنيها وشعبها. تعيش بلاد متغيرة هذه الأيام في أجواء احتفالية رائعة تمضي نحو مزيد من التقدم والاستقرار، ضاربة المثال في تجسيد القناعة التي ترسخت لدى أبناء الكويت منذ عقود طويلة من ضرورة المشاركة الشعبية ودورنا الغني عنه في صياغة توجهات الوطن في ظل القيادة الحكيمة لسيد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح أحمد الجامع الصباح وسيد سمو ولي العهد الشيخ نواف أحمد الجامع الصباح. له في السراء وفي الضراء. الكويت ومصر دولتان شقيقتان دائما وابدا تربطهم علاقات قويه سواء على المستوى العربي او الاقليمي او الدولي، ودائما مصر كانت حاضره مع الكويت في كل ما تحاول اليها لحاق بها من مشاكل، والكويت ايضا كانت حاضره مع مصر في كل ازماتها وفي كل ايضا ما تعرضت له، وبالخاصه في ثوره 30 من يونيو كانت من الدول الرائده في مباركه وتأييد ثوره الشعب المصري في 30 يونيو. الكويت ومصر اختلطت دماء شعبها معا. الكويت كانت حاضره مع مصر في معركه التحرير سنة 1973، ومصر أيضا كانت حاضرة مع الكويت في معركة التحرير.